كمان يعني عايز اقول لحضراتكم ان الكولومبي اخوان كارلوس اوسوريو رجع لتدريبات نادي الزمالك، وتسلم تقرير شامل عن الفريق عن الفترة الماضية بعد عودته من اسبانيا، وكان في كلام كتير طلع واتكلمنا فيه اكتر من مرة. كوتش اوسوريو كوتش اوسوريو هرب، كوتش اوسوريو ساب الفريق في ظروف صعبة، كوتش اوسوريو كان في اسبانيا بيدي محاضرات لمديرين فنيين، والراجل جه على ارض الواقع وعمل مداخله مع قناه نادي الزمالك واتكلم على انه عودته كانت في اسرع وقت عشان يبدا يبني الفريق قبل السيزون ما يبدا، واستفاد قد ايه من تجربته في اسبانيا، وانه كان بيدي محاضره لكوادر من مديرين فنيين. ولكن الاهم ولازم نتكلم عليه كلامه عن جهازه المعاون. يمكن اوسوريو قبل ما يسافر وفي ظل سفره في اسبانيا كان بيتكلم مع جهاز المعاون على انه في حاجات محدده عايز يعملها، في تقارير عايز يستلمها عن كل لعيب بعينه، وهم بالفعل نفذوا كل التعليمات دي بالحرف الواحد. كوتش اوسوريو اول ما رجع لقى التقارير كلها موجوده، لقى 90 دقيقه على 3 اشواط في مباراه السكه الحديد بنفس التغييرات بنفس الفورميشن بنفس التكتيك اللي اتكلم فيه مع جهاز المعاون، هو ده اللي اتعمل. فكل الكلام اللي اتقال قبل كده كان اشاعات، كان في لينك وكوميونيكيشن كبير قوي ما بين اوسوريو والجهاز المعاون. بالتاكيد عدم ابرام صفقات جديده امر مقلق لجماهير الزمالك. انا واحد منكم قلقان طبعا، كل الفرق حوالينا عماله تعمل صفقات وتجيب لعيبه من بره، ولكن الامر مقلق ده طبيعي. لكن اوسوريو اكد في حديث لي مع الجهاز المعاون انه هيعمل كل اللي هو يقدر عليه وفقا للظروف الحاليه، وقادر على المنافسه على كل البطولات، دوري كاس بطوله افريقيا ان شاء الله. عشان اكون واضح مع حضراتكم، في اكيد مراكز اوسوريو طلب تدعيمها، لكن هل القايمه الحاليه بتساعد اوسوريو؟ هل اللعيبه اللي موجودين شباب كبار كباتن عندها خبرات، شباب لسه طالعين من قطاع الناشئين، الخامات دي هتساعد اوسوريو؟ لا، الاجابه عند المدير الفني اللي بدا يستكشف الجديد في اللاعبين. انا ما اقدرش اقول لكم اجابتي ولا حد يقدر يقول اجابته، هو اوسوريو اللي عنده الاجابه. عندك خامات زي ما قلنا في اول حلقه، انت اللي هتطلع منهم احسن حاجه ممكنه.